يجيو غير كي تصرى حاجه كيما هكا على هي ما تحكيش عليها. احنا وخلقنا فيها وكبرنا فيها الميزيريه هذه. خويا 20 سنه ولا 30 سنه وهنا هنا بالك 40 سنه فهمتيني. خلقنا وتربينا في الزنقل وراحوا والدينا وزدنا بقينا في الزنقل وزدنا زوزنا وزدنا جبنا ولاد في الزنقل وكاينه ناس اخويا ولادهم رجال تاع زواز فهمتيني وما داو السكنه. ما على بالناش اخويا الاساس ما يمدوا في السكنه هذه. ما على باليش كيف بالك احنا زواوله مره شويه واش كل يوم يكذبوا علينا. جيب ورقه يجينا شاف دايره ما على باليش كيفاه. ليسونسيال ناكلوا عليهم ربي يا خويا فهمتينا. احنا كي من هكا عندنا غير ربي ما لقيناش. شوف لي يا خويا اعطيناهم حقهم بصح حقنا ما عطاوهولناش. جبونا عطينا السكنه تاعنا غير مدو ميل اونزو يا واجده. سكنت فيها الفيران سكنت فيها الطومبات وكل سكنت فيها وهي في واجده وانا ساكنين في القرابه. السي تبون شوف لينا احنا والناس عزابة احنا مسرقونا مسرقونا. من بعد شنو الرياض ياك؟ شوف ترا شوف الصراحة حالتنا كيف ولينا. سكنة واجدة من 2011 وهي واجدة يقول لنا غدوة نمدوها لكم غدوة نمدوها لكم اليوم هذا ما مدوها لناش. واحد مسؤولين كل يوم كان مسؤولين يهضروا معاه يقول لك سيدي ياوي دور. لينا هضروا معاه يقول لك اي شوية. لينا هضروا معاه يقول لك اي قريب. ما كاين والو. والوعود الكاذبه هذه اللي قاعدين يبروميو لنا فيها عيينا نفهموا. تجديد الملف تجديد الملف تجديد الملف. الخدمه كما قال لك السيد احنا ما نهضروش على الخدمه. حنايا اعطيني سكنه وانا ندرك راسي فقط. كما اعطيناكم حقوقنا حنايا الواجبيه اعطيونا انتم حقوقنا. الحقوق نتاعنا ابسط حاجه ابسط حاجه ندومونديو فيها اعطيونا سكنه فقط. واعطيونا حقنا برك. ومشينا مع الرجال وفي الاخر بيتنا برا بينا بولادنا. مش حرام عليك بيتنا برا على حتى اخويا. هاي السكنه كاينه والخير عطاها ربي والرئيس تاعنا عطاك مشيت خير. علاه باخليننا اخويا؟ علاش بيتو فينا برا؟ دي حقره ولا مش حقره اخويا ولا كيفاه؟ بينا بولادنا او حرام عند ربي او حرام. سمعنا درك انا 10 ايام وانا برا على وجه ربي يشوفوا لي حل. على وجه ربي يعني في الزبالة. جيتو شفتوني وين نروح انا؟ نبقى كيما هكا نو بريتش والناس ما ديما هندير ما شني طالبة المستحيل. طالبة ستروني طالبة السيرم راح نموت وراح نقعد ميتة برا في الرود. تجديد كل مرة يقول لك جيب لي شهادة إقامة جيب لي نقمة جيب لي نقمة تاع المرا جيب لي هذيك جيب لي ريزيدونس. ما فهمنا والو في البلاد هذه. يا كان احنا جزائريين يعطيونا يا كان مش جزائريين يعطيونا فلوكة على الأقل يعطيونا فلوكة. نروحوا نروحوا ولا ما قادين يا يعني أولادنا كبروا معانا في الميزيرية. احنا راحت احنا راحت علينا 40 سنة و 45 سنة راحت علينا. احنا نلاطوا على أولادنا يعيشوا شوي لو ما يعيشوا شوية.